وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوتا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام خلال تأديتهم لطواف الوداع. ويمتاز الروبوت بسهولة التنقل والدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظاما ملاحيا تلقائيا مزدوجا، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس لمدة تتجاوز 12 ساعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم.